هلا هون هي منطقة الفك، أضعف منطقة في الجسم، وبالإضافة لهالمنطقة هاي. هلا هون هذا اسمه شيء عرق السبات الشرياني، هذا بس أنا ضغطت عليه بنقطع الدم على المخ خالص، يعني عرفت على شلون؟ فأنا كتير بركز على النقطة. هلا الراوندات وين بتجي؟ بالضبط. هلا الراوند اللي عم بطلع، الراوند وين بتطلع الراوند؟ ليش تطلع الراوند هون؟ طب بتشوفوا انت اللاعب بطب وبدوخ وخالص، بضربه على السبات الشرياني، هذا المنطقه خلص بس ضغط عليها، يعني ضغط عليها هيك ولا شلون بصير خلص خالص. بقى بده ياخذ 8 ثواني. هلا هي العدل عند بعدل الحكم، تبوا علي شيء، هلا عند بعدل الحكم مو مبدا انه عم بعدل له، انا عم بعدل له، هي تريحه للاعب، يعني خلص هو طب خالص، بس انا عم بعدل له، عم بريحه بدون عدل 8 ثواني لبين ما يستقر الجسم، بده اقل شيء 8 ثواني 19 ثانيه حتى يرجع الجسم يستقر، يرجع لوضعه الطبيعي. لكن ليش منك انت كلاعب لعب تضرب في لعبك فني قاضي، خليك جاهز على طول، بس الحكم قال فايت او فشي مباشره بدخل عليك، لو لسه توازنه مختل ما هو لبين ما يرجع توازنه بده قبل 16 ثانيه. خلصنا من هالموضوع هذا. هلا هي الموضوع اللوك مسموح من برا من جوا، يسار يمين كله مسموح، كله مسموح. الكنس الامامي الارضي، يعني الكنس جميع اشكاله مسموح، هو الامامي والخلفي هذا كله مسموح، كله مسموح. هلا بتقلي انت طب يا استاذ ليش الارض؟ طيب انا نشت الارض، يعني انا شو اعطيت حركه وين الكنس خلفي نشت الارض. طبعا النقطه ما بتنحسب هون قولا واحدا، ايمتى بتنحسب النقطه؟ يعني ضربت شايف سميت 1 2 3 خلص تحت الصوت، بدي اقوم سبعه ضربت كنس قمت بسرعه مباشره. تمام شباب، اللوك نقطه واحده عشان تعرف النقطه، اذا انت اخذت اكثر من نقطه عشان تعرف شلون تعوض. اللوك امامي من برا من جوا كله نقطه واحده، اللكمه نقطه واحده قولا واحدا، ان السوينجات ما ولا نقطه بس بطب فاضي. تمام شباب، الراوند يعني راوند او الفرن نقطتين، هي ضربه بالاجر ضمن الجسم الجزع الفوقاني لفوق كله نقطتين، يعني ضربت راوند حطيت الراوند نقطتين قولا واحدا، فروند نقطتين، اكس اجت على الجسم نقطتين، بس تكون مؤثرة، يعني ما اضربها والله هيك نقطتين. هيدا الصغار للاشباب بنحسبها ايه، بس للاشباب الشباب والناشئين والرجال ما بتنحسب، اذا ما كان الفرونت اعطيته ضربة ما يعني اثرت فيه ما بتنحسب، هي نفس اللكمة، يعني انا بضربه والله ما بتنحسب هي، بدي لكمة مؤثرة ترجع رجلة خصمي مثل الملاكمة. تمام شباب، السقوط شلته لخصمي واعطيته سقوط طب في الارض بهالشكل، عم انتبه عليه، شلته حطيت قمت عنه الحكم اعطاني سقوط، هاي السقوط بس شفت انتبهتوا على الحركه هاي معناتها نقطتين. انا هلا اعطيته سقوط وتم ماسك فيني، تم ماسك فيني اعطيت سقوط طبيت انا وياه بهالشكل، السقوط الي بس نقطه واحده. شرح حركات الساندا مع كابتن ايمن رضوان نادي جامعه حلب. خسر نقطه الساندا. تمام شباب، يعني سقوط من غير ما اكون فوق نقطتين. هلا الخروج، بالنسبه للخروج هذا سؤال، عن سؤال لهون شباب سؤال، لو تلعب هلا بعد شوي الكل بده يلعب مشان يعرف شلون كل واحد يشتغل. هلا بالنسبه للخروج، شايفين الخروج انا عم بلعب معه داخل علي او داخل علي، داخل 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 واعطاني خروج، خروج طبيت انا برا الحلبه طبيت برا الصوت كله. تمام، اعطاني الحكم خروج نقطتين، كل خروج بنقطتين، خروجين بالجولة الوحدة انتهت الجولة ربحت فيها، يعني طلعت انت خروجين اول واحد اعطاني. تابعونا على قناة الكابتن راضي عصمت، شرح الان حركات الساندا قوانين الساندا. ربحت الجولة الثانية اخذت اللعبة، خسرت الجولة الثانية تعادلنا 1-1 جولة فاصلة. تمام شباب، كل ما بتعادل جولة فاصلة، كل ما بتعادل جولة فاصلة. مدة الجولة؟ مدة الجولة دقيقتين، دقيقتين كاملة، دقيقتين لعب يعني ما في توقيف. تمام شباب، دقيقتين ما مثل كيك بوكس للدقائق، دقيقتين. مش شباب حدا عنده سؤال بالنسبة لموضوع السقوطات، بالنسبة لموضوع اللوكيك، بالنسبة لموضوع اللكمات، بالنسبة لموضوع النقط؟ في شغلة كمان، يعني أنا مثلا طلعت أول خروج عم بلعب معه، طلعت خروج رجعت ثاني مرة هو طلع خروج وأنا لسه ما طلعت ولا خروج، لعبنا طلعني خروج انا وياه مع بعض طلعنا خروج نفس التوقيت، لما الخروج لما تصير الجوله يعني انا هو خروج وانا خروج، يعني طبيته من البساط سوا، هو خروج قبلي وانا خروج انا وياه،
يعني صار عنده خروجين هو. انا ساعتي خروج لو انا ما هذا صار عنده خروج خروجين اثنين مع بعض معطيتين حركه بالشكل حتى ما تكون اثنين كلهم مع بعض بس تجي جوله بربح انا لانه انت صار عندك خروجين تمام. في شغله انا اعطيته مثلا سقوط اعطيته سقوط طبعه على الارض طبته على الارض خرج بالحالة هيك بساوي انا كحكم ايش بساوي؟ يا عيني عليك بعطيه سقوط بعطيه خروج يعني بالحالة هاي اللاعب كسب اربعة تمام شباب؟ هاي معلومات بسيطة بس لازم تعرفها يعني ضرورية تمام شباب؟ السقوط بكامل اشكاله مسموح ضربك راوند دروب راوند عامر راوند راوند جانبي مسموح في الاسكان مسموح فرون مسكة مسموح كله مسموح تمسكه وتطبه مسموح تمام شباب؟ حدا عنده سؤال؟ يلا شباب والله تقلعك شيء نبلش هلا احمد بعدين نبلش هيك كيف صور هلا شباب الاوزان